مساء الخير. بهذا الفيديو راح نتعلم على واحدة من الفيتشرز الموجودة ببدالات الزونتل XT60 وزونتل XT120 اللي هي Distinctive Caller ID Feature. Distinctive Caller ID Feature حنشرحها بطريقة مبسطة. طبعا عندي AX إذا واحد اتصل على البدالة كان عندنا IVR لو أنا عندي بدي ب IVR واحدة لو أنا استخدمت البدالة لأكثر من شركة فرضا لشركة واحد باسم معين اضغط واحد لشركة اثنان اضغط اثنان للشركة الثالثة اضغط ثلاثة واتصلت على الاكستنشن واستخدمت نفس الاكستنشن على كل الخيارات بدي الاكستنشن اللي بالبدالة يعرف انه الرقم الخارجي اختار الرقم واحد للشركة الف عشان يرد عليه مرحبا شركة الف ترحب بك او اذا اختار الاكسترنال نمبر كمباني سي مثلا يعرف الاكستنشن انه الشخص اللي اتصل على البدالة اختار الخيار رقم ثلاثة وهي بتساعد الاكستنشن لو استخدمته بكافة الخيارات انه يعرف الزبون او الكستمر ايش اختار خلال الرسالة الترحيبية. حنروح على البدالة اول اشي نروح نعمل IVR جديد هنسمي New Companies ونختار اللي برومت اللي عملنا لها أبلود على البدالة زي ما احنا شايفين هون Repeat Count كم مرة تتكرر الرسالة و Response Time Out لو الكستمر بده يتصل على رقم داخلي من 3 Digits وضغط 2 Digits فرضا البدالة حتعطيه 3 ثواني عشان يضغط الديجيت الثالث قبل لا تبعت المكالمة وهذا الخيار ده الـ Extensions بالـ IVR زي ما قلنا أنا عملت 3 Extensions بالثلاث خيارات كانوا الثلاثة Reception يعني أنا عندي رسالة ترحيبية مرحبا بكم في شركات كذا كذا للمبيعات فرضا أو شركة معينة أو خيار معين خلينا نمشي بالمثال مثلا للمبيعات اضغط واحد للدعم الفني اضغط اثنان للشكاوى اضغط ثلاثة ففرضا
الرقم الخارجي اختار 2 اللي هو الدعم الفني. المكالمة حتتحول للريسبشن، الريسبشن حيشوف بالشاشة الرقم الخارجي اللي اتصل زائد الخيار اللي اختاره العميل اللي هو التكنيكال سبورت، او فرضا مرة تانية الشخص اتصل واختار 1، هيطلع للريسبشن الرقم اللي اتصل زائد الخيار اللي اختاره اللي هو للمبيعات. سيف. هيك انا عملت الاي في ار اللي بدي اياه. اخر خطوة لازم ما ننسى بالجنرال افعل هذا الاوبشن ديسكتنتيف كولر اي دي. هذا الاوبشن اللي عن طريقه حيشوف الريسبشن الموجود على البدالة الخيار اللي اختاره الكاستمر او الزبون خلال الرسالة الترحيبية. بعد هيك بعمل سيف، نعمل inbound route. new company فرضا الاسم وهذا الرقم، اختار الترنك. الديستنيشن هيكون الاي بي ار اللي انا عملته، بعد هيك بعمل سيف. هلا اي مكالمة حتيجي على البدالة واي خيار حيختاره الزبون او الرقم الخارجي، الريسبشن حيصير عنده امكانية يشوف الرقم ويشوف الاوبشن اللي اختاره الكاستمر او الرقم الخارجي عشان يتصل على البدالة. وهيك بنكون بهذا الفيديو تعلمنا على الديسكتنتيف كولر اي دي فيتشر. شكرا.